السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نربط برامتر برامتر الاخر، يعني لو برامتر الكم اتغيرت البرامتر الاخر يتغير. على سبيل المثال سمي الله كده وافتح هنا الفاميلي تايب، تمام، وعايز اقول له مثلا الموديل. تعال نشوف الموديل دي قيمتها بايه، دي قيمتها بتكست، تمام. طيب هاجي هنا في الموديل وهقول له خلينا نتكلم على الهاي دوت، اقول له اف الهاي، لو الهاي دي اكبر من 400 كده في شرط اتعمل. الهاي دي لو اكبر من 400 اقدر اديله اي قيمه معينه انا عايزها، يعني لو هي اكبر من 400 اكتب مثلا كلمه ي حرف الواي. طيب لو الشرط متحققش اكتب حرف ال N. تعالى نقول كده ابلاي واي. طب لو الهاي دي اقل من 400، يعني مثلا 333 مثلا، ابلاي بقت ب N، تمام. طيب خلينا نقول له مثلا دي ب 500، 55 اتحولت ل واي. طيب ممكن نعمل حاجة تانية، مثلا اقول له خلي هنا مثلا لو ال F الهاي أكبر من 500 خلي القيمة هنا بكام؟ ب 1000. طيب لو القيمة يعني أقل من 500 خلي دي القيمة دي مثلا ب 900، قول له أبلاي بقت ب 1000. طيب لو خلينا دي مثلا 400 هتلاقي القيمة دي بقت ب 700. فأنا عملت كده إيه، ربط بين الاتنين. طيب خلينا نعملها مثلا حاجة زي خلينا نعمل برامتر جديد وهسمي ده مثلا تي، وهقول له انا عايز ده يس اور نو، وعايزه في الجروب بتاع الدايمنشن، واقول له اوكي. ده بقى عباره عن يس اور نو، مش لازم اكتب كل الكلام ده كله، ده انا مجرد اقول له ايه الهاي اكبر من 500 ولا لا، من غير لقاءات اف ولا بتاع. هو اوتوماتيك لو الهاي اكبر من 500 اعتبره صح، لو اقل من 500 اعتبره غلط. اوكي طيب خلينا نخليه بقى الشرط ده اتحقق، نخليه مثلا 555 ابلاي اوكي، 333 الشلت العالمي.